الكثير من المتابعين يسألوني عن استخدام الأي والآن بالشكل الصحيح. طبعا هم أدوات التنكير indefinite articles، راح أشرحها لكم بالتفصيل، ركزوا وياي، pay attention please. تستخدم أدوات التنكير قبل الأسماء والصفات المفردة المعدودة. قلنا هنا المفردة، ناخذ مثال I am reading a book. كلمة book هنا مفرد، فاحتجنا أن نضع قبلها أداة من أدوات التنكير اللي هي الـ a. أما في المثال الثاني كلمة books هي جمع، فلا نحتاج أن نضع قبلها أي أداة من أدوات التنكير. تستخدم أداة النكرة an قبل الكلمة التي تبدأ بحرف علة. أحرف العلة هي a, e, i, o, u. ناخذ الآن أمثلة: an apple, an ear, an island, an orange, an umbrella. تستخدم أداة التنكير a أو كما ينطقها البعض a مع ما تبقى من الأحرف، وهي الأحرف الصامتة consonants. ناخذ أمثلة: a taxi, a horse, a man. كل قاعدة شواذ. هنا بعض الكلمات ابتدأت بحرف ال H أو ال H، ولكننا لم نضع قبلها أداة التنكير A، وذلك لأن حرف ال H في هذه الكلمات لا ينطق، فنستخدم an كأداة تنكير لها فتصبح an hour, an owner.